السلام عليكم ثالث، كيف حالكم اليوم؟ بس أخذنا في الفيديو السابق عند كيف الشكل الخارجي وأخذنا مثال عليه الجمل. الفيديو اليوم نأخذ التكيف السلوكي. التكيف إيش؟ السلوكي. لاحظوا مس، هاي عندي طيور بدها تهاجر، طيور بدها تهاجر. طبعا الطيور تنتقل من مكان إلى آخر قبل حلول فصل الشتاء بحثا عن إيش؟ عن الدفء. والطيور عندي بتهاجر على شكل مجموعات، بتهاجر على شكل إيش؟ ما مجموعات. واحد، لماذا تنتقل هذه الطيور من مكان إلى آخر؟ طلبا للدفء والغذاء. طلبا للدفء وإيش؟ والغذاء. لماذا يكون انتقالها بصورة جماعية؟ سبحان الله، هاي غريزة وضعها الله تعالى في بعض الحيوانات، ومنها هون الطيور، إنها بس بتهاجر بشكل إيش؟ بشكل جماعي. بتهاجر بشكل شو ماله؟ بشكل جماعي. ماذا نسمي انتقال الجماعي للطيور من مكان إلى آخر؟ هجرة. انتقال الجماعي للطيور من مكان إلى آخر بنسميه هجرة، بنسميه هجرة. ما نوع التكيف الظاهر في الصورة؟ تكيف سلوكي. إذن الطيور تكيف سلوكي، الطيور تكيف سلوكي. مس، هذا واجب نسخ على الدفتر مرة واحدة، نسخ على الدفتر مرة واحدة. التكيف قدرة الكائن الحي على العيش بالبيئة. شو معنى التكيف؟ قدرة الكائن الحي على العيش بالبيئة. التكيف قدرة الكائن الحي على العيش في البيئة. التكيف قدرة الكائن الحي على العيش في البيئة. أنواع التكيف: تكيف الشكل الخارجي والتكيف السلوكي. تكيف الشكل الخارجي والتكيف السلوكي. أنواع التكيف: تكيف الشكل الخارجي والتكيف السلوكي. تكيف الشكل الخارجي مثل لون الجمل وطول رقبته وعرض خفه. لون الجمل وطول رقبته وعرض خفه، حكينا لونه نفس لون الصحراء عشان ما يشوفوا الأعداء، طول رقبته عشان يأكل ويشرب، وعرض خفه عشان يمشي بالرمال بالسهولة. تكيف السلوكي هجرة الطيور من مكان إلى آخر طلبا للدفء والغذاء، طلبا للدفء والغذاء. مس، هيك بنكون خلصنا التكيف الجماعي والتكيف السلوكي. حل الأسئلة بنحلها أسئلة الدرس إن شاء الله بالفيديو السابق. والسلام القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.